الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، الحمد لله جعل الشمس والقمر بحسبان، الحمد لله جعل النجم والشجر يسجدان، الحمد لله رفع السماء ووضع الميزان، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بالجلال والكمال والعظمة والجبروت، حمدا ملء السماوات والأرض وما بينهما، الحمد لله رب العالمين. صلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين، فقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا إياه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلاة وسلاما على من قال قائل فيه: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن في بيت من بيوت الله في هذا الأسبوع السابع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لتنمية الوعي والفكر الإسلامي الرشيد، من هنا من مسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك بعنوان: عن مخاطر الإدمان، كيف نقي أنفسنا ونقي أولادنا من هذا الوحي الكاسر الذي يقتل أولادنا ويهدد البيوت الآمنة والعقول والنفوس والأرواح. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الإيماني فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور رمضان عفيفي عفيفي، مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، ويضيفنا فضيلة الشيخ محمود عبد الباقي عبد الرحمن، مدير إدارة النزهة، وفضيلة الدكتور حماد القناوي، إمام وخطيب المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فنبدأ لقاءنا هذا المبارك بآيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء،
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أو من وراء حجاب وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا
صراط الله صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا تصير الأمر.
صدق الله العظيم. حقا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حقا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا استمعنا إلى الطهر المصفى وإلى الكلمات النورانية كلمات ربي القرآن الكريم من القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن في هذا اللقاء الإيماني المبارك في الأسبوع الثقافي السابع الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بمسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة. أيها الإخوة المؤمنون، الإدمان تدمير للعقل وللنفس وللروح وللأخلاق، ويجب أن نقتلع هذا الداء من مجتمعاتنا حتى يحظى شبابنا بالقوة للبناء والتعمير. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا محمدًا عبده ونبيه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأخذ بيدي أمته إلى صراط ربه المستقيم. اللهم ربنا صلي وسلم وزد وبارك وأنعم وتكرم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن آل بيته وأصحابه، وارحم اللهم من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، واشملنا اللهم معهم برحمتك، آمين آمين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الندوات الثقافية التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية، ندوة اليوم عن الإدمان. والإدمان داء يستشري في المجتمعات، وهو يقصد أهم حلقة فيها، وهي حلقة أبنائها وفلذات أكبادها من الشباب واليافعة. وإن الأمم إنما تقوم على سواعد أبنائها، على سواعد شبابها، فهم عدة اليوم وصمام أمان المستقبل. الشباب هم قوام الأمم والشعوب، هم حملة رايتها، هم الذين يبنونها بسواعدهم. فإذا نيل منهم وأصبحوا هم في خطر داهم، إنما يكون الخطر على الأمة كلها. من هنا أحسنت وزارة الأوقاف صنعا بطرق هذا الموضوع
المطروق أساسا، فإن الدعاة والعلماء والمتخصصين والمعنيين وكل المسؤولين في هذا البلد الأمين إنما يعنيهم هذا الموضوع، يتكلمون فيه ويشرحونه ويوضحون مخاطر هذا الداء الذي هو الإدمان. والإدمان ببساطة كلمة لها جذر لغوي لا يبشر بالخير، كلمة بين قوسين سيئة السمعة، فدمن وأدمن بمادتها الثلاثية أو الرباعية. هذه المادة كلها تشير إلى معان غير مقبولة يتوجس الإنسان منها. فبداية المعنى أدمن يعني أقام بالمكان واستمر فيه، ودمن يعني واظب على الشيء، والدمن من معانيه هو روث الدواب عندما يختلط بالماء والطين فيكون مكانه صلدا غير جيد يحول بين الأرض وبين زراعتها، وأحيانا ينبت نباتا حسنا لكنه غير مقبول، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. الدمن المرأة الحسناء في المنبت السوء، فسمى منبتها الذي هو الدمن سماه منبت سوء. والدمن بقية الأطلال، الآثار القديمة البالية التي ربما يأسى الإنسان إذا رآها ويحزن إذا هو مر بها، والدمن بقية العداوة القديمة في النفوس. انظر في معناها الحسي وفي معناها المعنوي، كلمة غير حسنة غير مقبولة. من هنا كانت هذه الكلمة عنوانا على الدمار وعلى الخراب، على دمار الشباب وعلى خراب أجسامهم وعقولهم. نعم، إن البيت الذي يوجد فيه شاب على هذا النحو بيت غير سعيد، أب مكلوم مهموم، أم حزينة باكية، مستقبل للشاب وللأسرة ضبابي لا يدرون ماذا يفعلون. من هنا جاء التحذير الشديد القوي من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبعدنا عن هذا الطريق، فإن الشباب عندما يهرعون إلى الإدمان هو يريد أن يغطي شيئا عنده، لديه مشكلة، مشكلة أسرية، مشكلة شخصية، مشكلة عاطفية، لأن شبابنا يضخمون مشاكلهم العاطفية كأنها نهاية الدنيا وكأنها نهاية الحياة، فإذا قابل مشكلة لا يستطيع أن يحلها راوده ضعفه وسار به هواه إلى هذا الطريق، طريق المخدرات المحرم قطعا، فإن المسكر معلوم حرمته بنص الكتاب العزيز: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أمر باجتناب المسكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أن كل ما أسكر حرام، ورد هذا النص: كل مسكر حرام، في رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر حرام، زاد في بعض الروايات عند الإمام أحمد و
أبي داود من حديث أم المؤمنين السيدة أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر. المسكر ما يذهب بالعقل، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ومفتر يعني ما يؤثر على البدن. وعندنا قاعدة شرعية متفق عليها أن كل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته. كل ضار بالجسم أو بالعقل، بالتفكير، بالتركيز، كل ضار حرام، كل مضر حرام، ولو لم يكن ضرره عاجلا، ولو لم يكن ضرره عاجلا. قد تتناول شيئا هو لا يضرك في التو واللحظة، لكن لو دمت عليه واستمررت عليه يؤدي إلى الضرر المحقق، فهذا الشيء مع قلته هو ممنوع، هو محرم. هذا أمر معلوم لنا في ديننا وفي شريعتنا وكلنا يعرفه، لكن أنا أريد قبل أن أنهي كلمتي أن أتوجه إلى كل شاب وإلى كل بيت، إلى كل أسرة، إلى كل أب وإلى كل أم. حافظوا على أولادكم، راقبوا سلوك أبنائكم، تتبعوا مدخلهم ومخرجهم، انظروا إلى أصدقائهم، فإن كثيرا من أسباب هذا الإدمان عائد إلى الصحبة. فتقول الإحصائيات قرابة أو ما يزيد على 50% من المدمنين يعود سبب إدمانهم إلى صحبة السوء، إلى أصدقاء السوء، إلى بين قوسين مع الاعتذار عن الكلمة إلى الشلة، مجموعة الأصدقاء الذين يدخل معهم ويتحرك معهم الشباب. ننظر إلى أصدقاء أبنائنا، نحاول أن نأخذ بأيديهم، أيضا نحاول أن نخفف عن مشاكلهم الأسرية. لا تضع أبنائك في مشاكل، شاركهم في حل مشكلاتهم البيتية التي تنشأ من عندك، اسمع إليهم، أقنعهم، تبسط معهم. أيضا يحاول المجتمع بأسره أن يخفف من الضغط على الشباب، لأنهم ثروة هذا البلد، ثروة المجتمع. أيضا من الأسباب التي تدفع بالأولاد الوفرة المادية، لا تجعل ولدك اليافع المراهق بيده المال. لما يكون معاه مال لا يسأل عن أين صرفه، وتراقبه جيدا، يدفعه هذا المال الذي في يده إلى أن ربما يذهب إلى طريق المخدرات. فالمال مع أنه نعمة قد يكون في بعض في أيدي بعض شبابنا إلى نقمة. أخيرا، الظروف النفسية التي يعيشها أبناؤنا نحاول أن نكون بجانبهم. مساجدنا مفتوحة، معلمونا يفتحون أيديهم، المجتمع كله يفتح يديه لأبنائه، يحتضنهم ويستمع إليهم ويساهم في حل مشاكلهم. نسأل الله العظيم أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ شبابها عدة مستقبلها، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها إلى ما فيه خير البلاد والعباد. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الضافية من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر في هذا اللقاء الإيماني المبارك
الذي نقيمه وتقيمه وزارة الأوقاف بمسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة بعنوان عن مخاطر الإدمان. أيها الإخوة المؤمنون، يجب أن نرفع عباءتنا على أولادنا، نرفع عباءة الحفظ، نرفع عباءة الكرامة لهؤلاء الأولاد بالنظر إليهم والاهتمام بهم حتى لا يقعوا فريسة لهذا الوحش الكاسر وهو الإدمان. عن هذا الموضوع وعن مخاطر الإدمان يحدثنا فضيلة الدكتور رمضان عفيفي عفيفي، مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم، رضية نفسه لا تشتكي سأما، وما مع الحب إن أخلصت من سأم. وصل يا رب على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم، وأهد خير صلاة منك أربعة في الصحب صحبتهم مرعية الحرم. أما بعد، فنشكر في بداية هذه الكلمة وزارة الأوقاف على هذه اللقاءات والندوات العلمية والتثقيفية، وأشكر من كان سبباً في أن جمعني مع أستاذنا وعميد كليتي التي تخرجت منها من الليسانس حتى حصلت على الدكتوراه بفضل من الله عز وجل، وكذلك بجوار رئيس إذاعة القرآن الكريم، فنسأل الله عز وجل القبول. الإدمان كما سمعنا هذه الكلمة سيئة السمعة، إنما تعني عند المتخصصين الاعتماد على شيء يسبب راحة مؤقتة نفسية أو مادية تتعارض مع الواجبات ومع الحياة اليومية، فنجد من وقع فريسة للإدمان تتعطل مصالحه ويتعكر مزاجه وتفسد حالته مع من حوله. وقالوا أيضا إن الإدمان نوعان، الإدمان للأمور المادية وهي العقاقير، هذا النوع الأول إدمان مادي سواء كان مشروبا أو مطعوما أو أيا كان نوعه، ماديا حقا أو أي شيء، فكل هذا من الإدمان، أن تعتمد على مادة خارجية تشعرك بالسعادة المؤقتة. وهناك نوع آخر من الإدمان ولا يزال يتجدد ويتكرر، وهو إدمان السلوك، أن يدمن الشخص سلوكا معينا ويتكرر منه حتى لا يستطيع أن يتركه، ومنها إدمان حمل التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي، فهذا كله من الإدمان. هل تستطيع أن تترك هذا المحمول معك؟ كيف تكون حالتك، وخاصة للمتزوجين إذا تركه مفتوحا في بيته؟ قد يترك الصلاة. كل هذا اعتماد على شيء خارجي يشعرك بسعادة مؤقتة ولكن يتعارض مع الواجب عليك. وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل كرم هذا الإنسان
وكرر ذلك في آيات كثيرة، وسخر له الكائنات وسخر له الكون كله. وقال ربنا جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. وهنا تجد المفسرين يذكرون أقوالا كثيرة ويلخصها الإمام القرطبي ويقول: والصحيح أن التكريم للإنسان إنما كان بالعقل، لأنه هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه، وتصديق رسله إنما يكون بالعقل. بالله عليكم، لو أن إنسانا سلب الله منه نعمة العقل وأعطيناه القرآن الكريم وأعطيناه مصحفا، هل يعرف قيمته وقداسته؟ ولو دخل إنسان مسلوب العقل ودخل بيتا من بيوت الله، هل يعرف مكان هذا المكان ومكانته وقداسته؟ فكان التكريم بالعقل، فإذا فقد العقل ذهب الإنسان، فلا تكليف ولا أوامر ولا نواهي ولا شيء، ولا نستطيع أن نزوجه، لأننا نظلم شريكة حياته ونوقعه في الحرج، لأنه لا يعرف للزواج حقوقا ولا واجبات. فكان التكريم إنما هو بالعقل، هذا العقل الذي جعله الشرع قضية كبرى وأوجب الحفاظ عليه وحرم كل ما يذهب هذا العقل أو يغيبه. لذلك كما جاء في الترغيب والترهيب للإمام المنذري أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان في من كان قبلكم عابد فأعجبت به امرأة، دي المرأة سلوكها سيء لكنها معجبة بهذا الرجل العابد الزاهد، فأرسلت جاريتها وخادمتها إليه: إننا ندعوك في شهادة، عايزينك تشهد. وبعدين الشهادة أمر واجب، وأقيموا الشهادة لله، ولا يجوز لإنسان أن يتأخر عن أداء الشهادة. فذهب، فكان كلما دخل بابا أغلق خلفه، حتى دخل على امرأة وضيئة جميلة ومعها غلام صغير وأمامها خمر، فقالت: لم نطلبك لشهادة، وإنما إما أن تقع عليها، يعني يفعل فاحشة معها، وإما أن يقتل هذا الغلام الطفل الصغير، وإما أن يشرب الخمر. الثلاثة كبائر، الثلاثة محرمة، متفق على تحريمها جميعا، ولكنه لقلة علمه وازن بين المحرمات، تبنهين أكتر ونهين أقل، تبعمل نهين وسيبها وامشي. القتل كبيرة، وبعد الشرك والزنا كبيرة من الكبائر، فظن أنه لو شرب كأس خمر سيخرج سالما من القصر ولا يفعل غير ذلك، فأعطوه كأسا من الخمر. فقال: زيدوني. فأعطوه حتى غاب عقله وسكر، فقتل الغلام وفعل الفاحشة مع المرأة. هكذا المخدرات بكافة أنواعها، هكذا الإدمان يؤثر على صاحبه أولا، فلا يشعر بسعادة ولا باطمئنان ولا براحة ولا بنعيم مهما كان، بل يشعر أن الدنيا على سعتها عليه ضيقة، كما وصف القرآن: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، تضيق نفسه وتضيق الدنيا عليه لما وقع فيه من الحرج ولما وقع فيه من الذنب الكبير عند الله عز وجل، الذي مدخله إنما هو الإدمان أيا كان نوعه. كذلك خطورته على الأسرة، الأسرة التي فيها مدمن أسرة تعيسة وسمعتها في الحضيض. نسأل الله أن يسلم أسرنا وأن يسلم مجتمعنا. كذلك المجتمع الذي فيه هذا الداء وهذا المرض، كيف يسعد وكيف يبني نفسه وكيف يبني أمته وكيف يعتمد عليه وكيف يقف أمام أعدائه إذا كان شبابه على ذلك وفيهم هذا الداء وهذا المرض والعياذ بالله؟ وكيف تقام دولة
على أيدي هؤلاء التعساء، فما أحوجنا أن نفهم مخاطر هذا الإدمان وهذا المرض، ولا نستسهل به ولا نستهين به، وإنما هو مرض خطير يعارض الدين ويعارض النفس السوية ويعارض العقل ويعارض كل شيء. وأختم بهذه الواقعة، دليل على أن العقل الصحيح يوافق الشرع ولا يعارضه، أن رجلا في الجاهلية قبل الإسلام شرب خمرا ثم طرق الباب على أسرته وعلى أولاده ليلا، فقامت ابنته تقابله، هو سكر مش دريان، فظنها زوجته فوضع يده على وكنتها يعني على بطنها، فصرخت البنت، فقامت الزوجة والأولاد فقاموا إليه وأخذوا به ووضعوه في غرفة حتى الصباح. فلما أصبح أخبروه بالخبر فقال: والله لا شربت خمرا أبدا قبل نزول الإسلام وقبل نزول القرآن. فالعقل السليم لما يرى من مخاطر هذا الإدمان على الإنسان وعلى أسرته وعلى سمعته وعلى مجتمعه وعلى دينه وعلى كل شيء، العقل قبل الشرع إنما يواجه هذا الداء ويوجه الناس أن يتركوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة عن مخاطر الإدمان على الأسرة وعلى المجتمع، وعن منافذ الخروج من هذا الإثم الذي يرتكبه الإنسان في حق نفسه وفي حق الشرع، وهو الإدمان. كان ذلك ضمن فقرات الأسبوع الثقافي السابع الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى ساحة الدعاء والرجاء، وما أعظم الدعاء والرجاء إذا توجهنا به إلى ساحة المولى سبحانه وتعالى الذي ينادينا في قرآنه فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهيا بنا مع المبتهل الشيخ محمود خاطر. اللهم اهدنا بهداك وارضنا برضاك وارزقنا تقواك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا يا من تبدلت الأرض
الفضل فضلك يا غني عن الورى، الفضل فضلك، الفضل فضلك يا غني عن الورى، والأمر أمرك يا سميع دعاء. الفضل فضلك يا غني عن الورى، والأمر أمرك، والأمر أمرك يا سميع دعاء. القلب يسألني إذا ناسيته، هل كان ربك خاذلا لندائي؟ كلا كلا، ومن رفع السماء يا من تفرد بالإجابة وحده، اجعل دعائي، اجعل دعائي ممسكا بنجاتي، واقبل إلى العالمين دعانا، وامنن علينا بالجود والبركات. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا ابن عبد الله. وسلم وبارك عليه. يا خير من سويت بالقاع أعظم، فطاب من طيبهن القاع والأكب، نفس الفداء لبيت أنت ساكن، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية، قدمها المبتهل الشيخ محمود خاطر، لتكون ختاما لهذا اللقاء الإيماني المبارك في الأسبوع الثقافي السابع بمسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة، والذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء،
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.